السلام عليكم. اسمحوا لي النهارده هنتكلم على محاضره بتاعه الديفلوبمنت. احنا المره اللي فاتت اخر حاجه خدناها خدنا انواع المكاتب المعماريه، سواء كانت مكاتب عاديه ولا مكاتب فيرتشوال او اللي هي اونلاين او ريموت، يعني ريموتنج اوفيس. فحبيت النهارده ان احنا نتكلم على الديفلوبمنت، يعني دي حاسه انها يعني احسن كتير لها علاقه باللي احنا كنا بنتكلم فيه. فتعالوا نشوف هنتكلم على ايه في المحاضره دي او في اليونت دي او الموديل ده، موديول ده. هنشوف ازاي ممكن نطور الشركه او المكتب، ازاي بنعمل داتابيس، ازاي نعمل مونيتورنج ومانجمنت، ازاي نكنترول العمل كله جوه المكتب، ازاي هنلينك بين الحاجات وبعضها جوه المكتب كشغل وكتايم شيت والحاجات دي كلها. هنعرف الحاجات الكلمات الجديده دي اللي هي بالانس سكور كارد دي يعني ايه، ويعني ايه كي بي ايز، ويعني ايه ار اي سي ار، كل واحده من دول نتعرف عليها ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف يعني ايه موضوع الديفلوبمنت وازاي نقدر نطور الشركه بتاعتنا او المكتب بتاعنا، وليه بنحتاج ان احنا نطور وعلشان ايه والكلام ده كله. اعتقد ان في عندنا اي حد في الدنيا، احنا قلنا او اي حاجه في الدنيا لو فضلت ثابته زي ما هي بتفضل السكون معناها الموت، اما التطوير المستمر معناها الحياه. فدايما انا مقتنع بان النهر اللي بيجري هو احنا بالظبط لما بنتطور بالظبط زي النهر اللي بيجري، دايما متجدد، ميته نظيفه وحلوه وبيروي اي حد يجي يروح له. فانت دايما بيبقى لك فايده لنفسك وللي حواليك طول ما بتطور نفسك، وبرده تلقائيا بالنسبه للشركه اللي انت تشتغل فيها. طيب قبل ما ابتدي اعمل تطوير او ان انا ابتدي اعمل اشتغل في الموضوع بتاع تطوير المكان، طبعا الطبيعي لازم هسال نفسي ثلاث اسئله اللي احنا قلنا عليها، اللي هي انا فين دلوقتي وعايز اروح فين وهعمله ازاي، ده اللي احنا متفقين عليه. طيب الاول انا ليه بقى عايز اعمل تطوير؟ اسال ده نفسي في الاول خالص، ليه انا عايز اعمل تطوير؟ اكيد لما ببقى عايز اعمل تطوير ده معناه ان في عندي مشكله. لو انا شغلي ماشي الحمد لله كويس مفيش مشاكل، مش هفكر في ان انا اطور، ممكن اجدد، ممكن اعلي المستوى اللي انا فيه، ده برضو نوع من التطوير. لكن لما يكون الشركه ماشيه او المكتب ماشي وفي مشاكل حاصله، في شويه كده الاقي نفسي اتكعبلت في اي حاجه، فلازم ابقى في بالي ان انا الاحظ المشاكل دي عشان احط لها خطه تطوير، ودايما التطوير يبقى موجود على طول، مش انا عملته وخلصنا على كده. طيب تعالوا نسال نفسنا، هل انا كمكتب انا قادر ان انا اعمل تطوير لمكتبي لوحدي ولا انا بستعين بشركات؟ لان فعلا دلوقتي زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت كان في شركات شغلتها كلها او مكاتب شغلتها كلها هي اداره المشروعات. في برضو شركات تانية او مكاتب هي شغلتها بس تطوير المكاتب. بتخش كده تعمل ايه؟ تقول وريني بقى ايه هي الكرنت ستيتس اللي عندك، وريني بقى ايه الدنيا عامله ازاي، فين المشاكل، فين الدنيا، وتروح عارفه كل اللي بيحصل عندك في المكتب، وبعدين في الاخر بتدي لك زي بلان كده كل حته من دي ممكن تطورها ازاي. والكلام ده موجود في منه شركات كتير في مصر وخارج مصر، بس عادة اللي بيعمل الكلام ده المكاتب الكبيرة اللي هي المالتي ناشونال، وعادة بتجيب للأسف مكاتب من بره تعمل لها التطوير، مع إن موضوع التطوير ممكن يتعمل في مكتبك عادي، ما هوش محتاج حد بروفيشنال. المهم إنك تبقى عارف فين المشاكل اللي عندك، عارف إزاي تطورها، عارف إزاي أصلا تدير العملية كلها وتعمل لها بلان. هو ده اللي إحنا هنتكلم فيه مع بعض دلوقتي إن شاء الله. وهنعمله مع بعض. زي بالظبط المكاتب بتبقى عايزه تعمل ايزو، برضو بتوع الايزو ان هم في شركات شغلتها تهيئك وتخليك مستعد انك تاخد الشهاده بتاعت الايزو، وغير الشهاده اللي بتدي، غير المكاتب اللي بتدي الشهادات. فهي نفس الحكايه، في شويه ستابس كده هنشتغل عليها ان شاء الله. طيب قبل ما تشتغل خلاص بتقول ايه؟ هل الاحسن ان انا اعمل الكلام ده لوحدي ولا ان انا اجيب شركه او استعين بحد محترف؟ في ناس متخصصه زي ما قلنا. طب واذا استعنت بمحترف هل هتكون هناك في مشكله في الملكيه او الاداره العامه للنظام الجديد؟ لان في بعض الشركات بتعمل ايه؟ مش تديك تطوير وخلاص تقول لك وتاخد فلوس وتمشي، لا بتبقى عايزه تاخد زي ايه نسبه من الشركه، تقول لك انا هعمل لك تطوير للشركه بس هاخد 5% من الشركه من الملكيه بتاعتها. بدل ما اخد منك فلوس انا هاخد منك 5% وابقى شريك في الشركه. في ناس بتعمل كده، وفي ناس تانية تقول لك لا خلاص انا ده كونسلتيشن فانا هعمل اشتغل كام ساعه فهاخد فلوس كذا وهمشي. فلازم الدنيا دي تبقى في دماغك برده، لان على حسب الشركه وحجمها اللي انت هتجيبها عشان تعمل لك التطوير، او حسب الشخص اللي جاي يعمل لك التطوير الفكر بتاعه عامل ازاي، نيجوشيشن بينك وبينه هتبقى شكلها عامله ازاي عشان توصل لطريقه ايه، الطريقه اللي هي بتبقى طبعا احنا عارفينها الوين وين سيتويشن، انت تستفيد وهو يستفيد. طيب مدى اهميه وجوده التطوير
المكتب ومدى اهميته انه يكون في نظام متخصص للمكتب بتاعه. اكيد طبعا اي تطوير في الدنيا بيبقى له اهميه، بس ما تجيش تقول انا هعمل هطور مثلا، انا هكبر الشركه وهعمل لا ده اسمه منظره بس مش تطوير. التطوير هو ان انا بحط ايدي على المشاكل الموجوده فعلا وبحاول ان انا احلها، واحط ايدي على الناس واعرف مستوياتها ايه، يبقى دي الاسيتس بتاعتي وبطورها عشان اخلي الدنيا تبقى احسن، فايه الشغل يخلص اسرع وبالكواليتي بتاعته بتبقى اعلى. طيب في حاله توظيف محترف للتطوير، ما هي طريقه تنظيم العمل المناسبه للمكتب؟ طبعا هنقعد نعمل نيجوشيشن وهنقسم الشغل ازاي على الناس، لان كل حاجه في الدنيا زي ما قلنا ان البروجكت ديفلوبمنت ده يبقى كانه بروجكت تاني موجود معك في المكتب. طب ايه هي النقط المهمه التي يجب مراجعتها ومراقبتها اثناء عمليه التطوير لرفع جوده وكفاءه العمل؟ طب هل هناك نقط مهمه ورئيسيه يجب وضعها في التعاقد مع المحترف ده؟ طبعا انت دلوقتي بتعمل شغل مع حد غريب، فلازم يبقى في بينك وبينه كونتراكت. الكونتراكت ده لازم تراجعه كويس وتشوف انت هتحط ايه النقط وايه البنود اللي انت عايزها منه ويعملها امتى وبكام وازاي وطريقه التسليم وكل الكلام ده. فده لما بتكون عايز تعمل تستعين بحد بره، يعني كونسلتنت بره، سواء كان شخص او شركه. طيب هنطور المكتب ازاي؟ زي ما قلنا لازم نعرف الكرنت ستيتس. طب عشان اعرف الكرنت ستيتس محتاج اعرف ايه؟ اللي هي بسال نفسي وير اي ام، انا دلوقتي فين؟ بحدد ابرز نقاط الضعف والقوه الواضحه اللي عندي واللي بتاثر في المكتب. ليه بقول ضعف وقوه؟ قلنا عشان الضعف نفل الجاب بتاعتها، والقوه استفيد بيها ان انا اطور. طب تحديد النقط المشتركه بين العاملين لبدايه التطوير، يعني لو في اخطاء مشتركه بين معظم المهندسين او معظم العاملين في المكتب بروح مجمعهم كلهم وحل المشكله معاها بقى على طول، او ساعه ما بحل المشكله دي الكل بيرتفع مستواه بسرعه فالدنيا بتتحل اسرع. او حتى لو كان في البروسيدرز في مشكله بيعاني منها ناس كتير، لما بحلها خلاص كده انا حليت تربع المشاكل الموجوده. وبعدين وضع مقترحات لاهم النقاط المؤثره في الشركه ووضعها في استراتيجيه التطوير. طبعا زي ما قلنا ان احنا الديفلوبمنت بلان دي كانها بالظبط بروجكت، وبيبقى لها برده استراتيجيك بلان ويبقى لها تكتيكال بلان ولها امبلمنتيشن بلان كامله طبيعي، واساسا بيتحط الاهداف بتاعتها جوه الاهداف بتاعتك انت كشركه. انت عندك في الميشن والفيجن بتاعتك لازم تكون في حته خاصه بالتطوير، هتطور ازاي وايه الاليه وامتى وازاي والكلام ده كله. فانت لازم تشوف ايه هي اهم نقط لما بتصلحها في الشركه بسرعه تديك تاثير ايجابي وتخلي لك ترفع لك كتير مستوى الشغل. بعد كده بختار متطوعين لتطبيق الاستراتيجيه، ده طبيعي ان اي بروجكت لازم يكون في ناس هتنفذه. زي بالظبط فاكرين لما كنا بنعمل التشينج مانجمنت، وقلنا ان في ناس مسؤوله عن التشينج اللي هو الدايركتور والناس اللي هم الشامبيون اللي هم المسؤولين كمديرين، وبعد كده بنخش على الاتش ار اللي هم بيبقوا بيراقبوا اللي بيحصل، وبعدين في الاخر تحت خالص اللي هم الموظفين اللي هينفذوا التشينج مانجمنت. هي نفس الحكايه برضه، بشوف ناس بتبقى طبعا ليها صفات مميزه، بيحبوا التطوير، يتعلموا بسرعه، ليدرز بيقدروا يدوك كل اللي انت عايزه بسرعه وينجزوا شغلهم بسرعه، يراقبوا كويس، يعملوا يعني مونيتورين كويس بحيث يطلعوا لك البلان تتنفذ زي ما انت عايز بالظبط. فلازم تبقى مختار ناس اللي مسؤوله عن انها تراقب او بيسموها مش مراقبه، اللي هي بتتابع عمليه التطوير عشان في الاخر تتنفس مظبوط. لان كل شخص في المكتب هيبقى له دور في التطوير، لكن في ناس مسؤوليتها هي متابعه تنفيذ خطه التطوير. وطبعا بيتحط لها جدول زمني ونشوف تاثيرها على اداء الشركه. زي ما قلنا لما بتعمل تبهير او بتعمل تطوير ده كانه بروجكت من البروجكتس، ولما هيتعمل هل هياثر على الشغل بقى البروجكتس الثانيه اللي انت شغال فيها حقيقي ولا لا؟ لان ممكن تبقى انت اوفر دوز، عندك انت 3 4 مشروعات فاست تراك وانت خلاص مش بتلف حوالين نفسك، بيبقى الوقت ده صعب قوي انك تعمل فيه خطه تطوير. انت ممكن تبتدي تدرسها، تبتدي تشوف ايه المشاكل، تبتدي تدرس الموضوع، لكن تنفذ الخطه صعبه شويه، تستنى شويه لما الدنيا تهدى وعند تنفذها. بس في الوقت الزنقه ده لما يكون في عندك ناس بتقدر تخطط او بتقدر انت نفسك تستشف في المشاكل وتحاول تعمل لها دوكيومنتيشن، ده مهم جدا جدا، هيساعدك في ان انت سهل انك تحط بعد كده البلان، ولما تيجي تخش في مرحله التنفيذ هتتنفذ ان شاء الله. بعد كده بنعمل ايه؟ بنحب نعمل اجتماع بقى مع الناس اللي هتبقى مسؤوله عن الموضوع ده، وبحط معاهم الجدول الزمني بالتكلفه كمان المطلوبه بالدنيا هيحصل فيها ايه وهنبتدي بايه وبعدين ايه وهكذا، زي ما احنا قلنا في نهايه الاجتماع بقى في قائمه كده بالاعمال المطلوبه من كل رئيس قسم.
حتى لو كان اللي مطلوب منه في الاول ان هو يقول لي ايه اللي عنده وايه اللي ما عندوش، ايه المشاكل الموجوده، ايه الحاجات الكويسه، ايه الحاجات اللي مش كويسه وهكذا، تمام، مع جدول زمني كل واحد عارف هيعمل ايه وهيسلمه امتى. طيب كيفيه تقييم المكتب بقى، بنقول ان احنا بنجمع كل رؤساء الاقسام وكبار المهندسين عشان نسالهم على ايه، هي اللي انا كنت لسه بقول، ما هي ابرز النقاط التي تعبر عن الشركه بتؤثر فيها، ايه نقاط الضعف الواضحه والمؤثره في المكتب، ايه هي تقييم او بنقيم النقط المؤثره في المكتب على حسب الاولويات ومدى تاثيرها في المكتب وسير العمل. مثلا احنا عندنا مثلا مشكله كبيره في ان احنا مشروعات كتير عندنا فاست تراك، فاست تراك ده على طول اول علامه كبيره بتظهر هو اكيد عندك مشكله في المراجعه وعندك اكيد مشكله في الكوردينيشن، ما بتلحقش، انت يا دوبك بتخلص الشغل تبقى عايز ايه تسلمه، ما بتلحقش تراجع، ما بتلحقش تعمل كوردينيشن، فدي اكيد فيها مشكله لازم ابص عليها واشوف هل هي شغاله صح ولا فيها مشكله. بعد كده تقييم نقاط الضعف ومدى اهميه كل منها ومدى تاثيرها على الشركه، ايه هي الطرق المقترحه لعلاج النقط دي مستقبلا وايه هي الخطه المستقبليه لحلها. عاده رؤساء الاقسام وكبار المهندسين والليدرز وكل الناس دي بيبقوا حاطين ايديهم على شويه مشاكل او شايفينها قدامهم بتبقى واضحه، فبيقدروا يقولوا لك على طول ايه النقط اللي موجوده، وبرده بيبقوا عارفين مين اللي قوي ومين اللي ضعيف، بس ممكن بطريقه ثانيه عكسيه بعد ما تقعد مع الناس دي وتعرف ايه المشاكل اللي فيها بطريقه غير مباشره، ممكن تقعد مع المهندسين نفسهم وتشوف هم بيشتكوا من ايه، ايه المشاكل اللي عندهم، ايه الحاجات اللي بتسبب ستريس عندهم، ليه هم مثلا بيبقى عندهم مشاكل وفي اخطاء كذا وكذا وكذا وكذا، فاهمين قصدي؟ يبقى انا باخد فيدباك من الناس الكبار وباخد فيدباك من الصغيرين، بس الاجتماع اصلا بيبقى مع الكبار، ده الاساسي، ليه؟ علشان نعرف كل النقط اللي مطلوبه عشان ايه نغيرها وايه الخطه عشان تتغير، ايه الحلول المقترحه. بس احيانا برضو زي ما بقول لكم المهندسين قاعدين بقى عندهم خطط للتطوير، حتى فكره كده ولو كانت حتى الفكره دي بعيده مثلا، لكن انت لما بتيجي تبص فيها وتراجعها تلاقي مثلا في منها حاجات لوجيك ممكن تستغلها. في نفس الاجتماع برضو بتقول ايه، بتحدد النقط المشتركه بين الناس كلها، العيوب المشتركه والنقط اللي بتاثر في الشركه ككل زي ما قلنا لكي تكون بداله للتطوير. ليه؟ لان انت لما تكون في حاجه مشتركه زي ما قلنا اول ما بصلحها كده كاني صلحت ايه جزء كبير، واول ما بعمل حاجه لها تاثير قوي على كل الناس بتديك فيدباك اسرع كتير جدا ونتيجه احسن. بعد كده بختار من كل بقى الليسته اللي عندي اللي فيها المشاكل دي اكتر ثلاثه منهم بتاثر في الشركه ودي واللي يسهل تطويرها دلوقتي ونحط لها استراتيجيك بلان عشان ايه نطورها. بعد كده بقارن النقط دي اللي اختاروها المعروفه وايه هي اهم النقط بقى عشان ابتدي بيها، وبقارنها بجوانب التطوير لكل منها وضع اسس التطوير ليها. بعد كده بختار بقى مين المتطوعين لتطبيق الاستراتيجيه دي ونحط جدول زمني لتنفيذها ومدى تاثيرها على اداء الشركه زي ما قلنا. وبعد انتهاء الاجتماع يجب ان يكون لدى كل رئيس قسم قائمه بالاعمال المطلوبه مرفق معاها جدول زمني لتنفيذها. طيب عشان اعمل بقى النظام ده زي ما قلنا ايه التلات اسئله الجمال اللي احنا مش هننساهم ابدا، تحديد الوضع الحالي للمكتب وكيفيه سير العمل، ودي لها لسته كبيره جدا هنتعرف عليها النهارده ازاي اعرف الكلام ده، وبعد كده بحط ايه الهدف اللي بيحدد الخطوه القادمه واللي احنا عايزين نوصل لها، وبعد كده بحط الخطه او الاستراتيجيك بلان ان انا بحقق بيها الكلام ده. طيب بالنسبه للتصميم وادارته وازاي اقيمه، برضو انا كده هخش دلوقتي على تفصيله شويه زياده، وان انا بخش على كل قسم من الاقسام اللي عندي وبحاول اشوف فين المشاكل اللي عندها اللي فيها يعني، وبطلعها لبره كده واشوف ايه تاثيرها واهميه تصحيحها دلوقتي، اللي هو وبهد على اساس ان انا على اساس معرفه النقط المشكله اللي فيها دي بحدد الهدف بقى. يعني مثلا انا عندي في التصميم في اكتر من مشكله ممكن تحصل، هو مثلا المهندسين اللي بيصمموا ما بيطلعوش مثلا افكار قويه، او بيطلعوا افكار في وقت اطول، او ان انا عندي الديزاين مثلا لو انت عندك مكاتب بره بيجي لك الديزاين فيه مشاكل من بره لو هو مش في مكتبك، طب انت هتعمل ايه؟ تحدد وتحط ايدك على المشكله الكبيره المهمه اللي لما هتحلها هتسهل لك بعد كده الشغل تاني قدام. يبقى تحديد الاهداف بتاعه في قسم التصميم وقيمتها وترتيبها من حيث الاولويه والاهميه، بعد كده تحديد طريقه تحقيق الهدف برده وازاي هعمله اللي هو البلان اللي هعملها، وبعدين هشوف مين الشخص المناسب عشان يقوم بعمليه التقييم ده. ما هو معنى انك تعمل خطه تطوير يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين، مونيتورنج وايه وايفالويشن، دول مهمين جدا لان هم دول اللي بيهم الدنيا هتتطور،
ما انت عندك مشكلة ليه؟ لان انت لا بتراقب صح ولا انت عارف ايه تقيم، ومش وبالتالي مش عارف تصحح. فانت من خطط من الحاجات المهمة في خطة التطوير هو ان انت بتراقب وبتايه وبتقيم عشان تعرف تحط حل. بعد كده تحديد اي الطرق التي يمكن ادارتها بالدوكيومنتيشن. ما هو الدوكيومنتيشن دي بتحفظ حقك زي ما قلنا في اي مشكلة تحصل، وبتسهل عليك انك لما تبقى في مشكلة تانية بتحصل مشابهة ليها لما ترجع للدوكيومنتيشن تعرف تلاقي الحل اللي انت كنت عملته وقتها. بعد كده تأليف طريق سير العمل لتقييم وإدارة التصميم في المكتب اللي هي بتحط البلان اللي هتمشي عليه. طب ايه بقى ورقة العمل اللي بيبقى فيها البيانات المطلوبة بقى؟ النقطة المهمة عند مراجعة التصميم وما ان كان مطابقة للمواصفات والكودات ومطابقة لرغبة العميل. ده انا كده دخلت تفصيلة تانية زيادة، وان انا بحط كده لستة معينة عشان اجي اراجع التصميم. لما يجي لي التصميم من بره او يجي لي التصميم من المصممين اللي عندي في المكتب بيعمل ايه؟ لازم اراجع اشوف الاول التصميم ده ماشي فعلا مع الكودات بتاعة التصميم، ماشي مع رغبة العميل، هو ده اللي احنا اتفقنا عليه ولا في حاجة تانية، ولا في حاجة ناقصة، ولا في حاجة غلط. بعد كده بحط نقط برضو ازاي هراجع الديفلوبمنت اللي هي الوركينج درونجز، بحط لستة كده براجعها ازاي وبرضو بشوف مطابقتها للمواصفات والكودات. وبعد كده بعمل قائمة تانية اللي هي مطلوب مراجعتها في موضوع ايه؟ الريفيجن والكوردينيشن. في كده زي تشيك ليست، يبقى انا بعمل تشيك ليست في الاول عشان اشوف التصميم ماشي ولا لا، بحط تشيك ليست للوركينج دروينجز، بحط تشيك ليست للكوردينيشن والريفيجن، وبعد كده بقى في الاخر بحط تشيك ليست او بنود مهمه جدا جدا في ان انا ازاي بقى بدير الموضوع ده كله، المنظومه دي كلها بديرها ازاي، اللي هي بقول عليها انها الكواليتي مانجمنت. ازاي بحط بروسيجر وكونسيكونس، حاجات يعني خطوات محدده بمشي عليها عشان اراقب صح كل اللي بيحصل عشان ما تحصلش مشكله، وازاي بتابع وازاي بقيم وازاي ببقى صاحي بقى لكل الكلام ده عشان اول ما تحصل اي مشكله اصلحها على طول. طيب بنعمل ايه بقى؟ في عندنا كده كذا حاجه بنعملها. اول حاجه بقول ايه، بعمل زي وايت بيبر كده اسمها ايه، بروسيجر مانوال. باجي على كل قسم موجود في المكتب، وهنا بنتكلم واحنا بنتكلم على الديزاين يبقى انا بتكلم على قسم الاركتكتشر او قسم التصميم. بحط كده سيكونس يا جماعه ان المشروع اول ما بيجي من عند العميل وبعمل الميتنج بيبقى بيمشي بالطريقه الفلانيه، مين اللي هيحضر الميتنج ده، الميتنج مينتس تتكتب ازاي، مين اللي هيكتبها، الحاجات اللي لما بتخلص هيوقع عليها، وبعد كده الكلام ده يروح لمين، للبروجكت مانجر ولا مين بالظبط عندنا جوه القسم، وبعد كده يروح موزع الشغل جوه قسم التصميم، ونعمل ايه، نعمل ميتنج كيك اوف مع بقيه الاقسام، ولا هنعمل ايه in details. بتعمل procedure manual لكل قسم موجود في المكتب. لما بنتكلم هنا عن ديزاين بقى بتكلم على برضو ايه اللي احنا بنتكلم عليه، حقيقة الديزاين بس لازم ده الكلام ده يتعمل في كل الاقسام الموجودة في المكتب. يبقى انا بعمل procedure manual لكل قسم جوه المكتب، وبشوف مين بقى اللي هيدير ومين اللي هيتابع ومين اللي هيراجع ومين اللي هيكتب ومين اللي هيحضر والكلام ده كله. ودي بتبقى زي بروسيدر كده كل الناس بتبقى عارفاه، بس هي لازم تكون موجوده عند المديرين بتوع الاقسام، بس لازم المهندسين الصغيرين يبقوا عارفينها برضه عشان كل واحد يبقى عارف دوره فين جوه البروسيدر ده، وتبقى موجوده مع المديرين عشان بيها ان احنا ممكن نقول عليها ان هي تبقى زي الوايت بيبر اللي بيها بيراجع الشغل، نشوف الناس ماشيه طبقا للبروسيدر ده ولا لا. طب الكواليتي مانوال، الكواليتي مانوال ده عاده انت بتعمله علشان تقدمه للعميل، بتقول بص ادي دي متابعه الجوده وده مراقبه الجوده عندنا، وده اللي هضمن لك بيه ان شغلك يطلع مظبوط. يعني هتقول له مثلا ان احنا عندنا الشغل لما بيدخل جوه المكتب بيتصمم بالطريقه الفلانيه، بيتراجع بالطريقه الفلانيه، بيتعمل كورنيش بالطريقه الفلانيه، كل غلطه بتتعمل بالطريقه الفلانيه وتتصحح بطريقه كذا 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 كذا. ايتمز كتيره جدا هناخدها مع بعض ان شاء الله لما نخش في الموديول 5 اللي هو بتاع الجوده، اللي هو ازاي اضمن لك ان كل شغلك يبقى مظبوط، ازاي انت في الاخر هتاخد شغلك ما فيهوش غلطه. كل الكلام ده بيتعمل بيه برده كواليتي مانوال، وهنتكلم مع بعض ازاي هنعمله. بعد كده بقى الكواليتي اشورنس تولز، دي بتبقى اداه بقول بيها ايه، ادي يا جماعه الريفرنس بتاعنا، واحنا طبقا للريفرنس ده احنا محققين الجوده. تمام، دي بيبقى فيه طبعا في تولز او في زي ريفرنس لكيفيه الاداره صح وكيفيه التصميم صح وكيفيه التنفيذ صح، ودي انت بتحطها من الاول ليك ولاي حد عايزها. ايه الفرق عشان دي ساعات بتلخبط، الفرق بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. الكواليتي اشورنس دي تو بريفنت المشكله، انا بحطها من الاول بقول يا جماعه خلي بالكم احنا بنيجي نشتغل بنعمل 1 2 3 4 عشان ناخد بالنا من المشاكل دي عشان ما تحصلش. طب الكواليتي كنترول ده بقى واحد كده ماشي مع كل السيكونس حته بحته وهو شغال عشان اول ما تظهر مشكله يحلها.
ده الكواليتي كنترول عشان ما تطلعش حاجه من عندك فيها مشكله. يبقى الكواليتي اشورنس هو البايبل بتاعك او خلينا نقول اللي هو ايه الوايت بيبر بتاعتك اللي انت بتمشي عليها, ها ده الجايد لاين اللي انت هتمشي عليه. لكن الكواليتي كنترول ده اللي ماشي معاك في حته حته فتفوته فتفوته عشان ايه يحقق لك يدور لك على اي مشكله ويحلها على طول. تمام. طيب عشان احقق بقى الجوده في الاداره وفي الشغل بتاعي زي ما قلنا بلاش اوعد بحاجه انا مش هعملها, دي مهمه جدا جدا جدا. يعني ما يجيش مثلا انا كمدير مكتب واقول للعميل انا هخلص لك المشروع بتاعك ده في اسبوعين, وانت عارف كويس قوي كصاحب مكتب انت عارف ان انت عندك فيه ثلاث مشروعات شغاله فاست تراك جوه المكتب, هتعمل المشروع الرابع ده ازاي وانت عندك الناس كلها اوفرلودد. يبقى ما بتقعدش تفرد قلوعك جامد وتقول للناس ده انا بعمل وهعمل وهعمل وانت في الاخر انت اصلا مزنوق, فانت هتحصل مشاكل اكيد. فلازم تبقى واضح جدا وانت بتتعامل مع العميل عشان دايما تكسب ثقته. لما يزنقك في وقت تقول له بص انا دلوقتي عندي انا اقدر اعمل لك الكلام ده بس مش في اسبوعين, مثلا هعمله في ثلاث, او هعمل لك نص الشغل في اسبوعين ونص الثاني هاخره كمان اسبوعين او هاخر كذا. يعني هتعمل له سكيدول بحيث يتطابق مع قدره العمل عندك جوه المكتب والناس اللي شغاله معاك. تمام. طيب ايه هي شروط بقى تحقيق الجوده؟ فاكرين اول حاجه قلناها في اول حاجه قلنا ايه؟ تغيير ثقافه المكتب ككل. انت عشان تعمل ديفلوبمنت يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تطوير في طريقه التفكير, في الاتيتيود, في الثقافه بتاعت الناس, في العمل نفسه, في الجو نفسه, انفايرمنت, البيهافير, من اول اكبر واحد لغايه اصغر واحد. يجب تحقيق التامين والجوده ودقه العمل للعميل, ودي ده الاهم, دي اهم واحده بتاعتنا. يجب ان يكون المكتب منظم ومدار بطريقه ممتازه, ان يتحكم في تقليل المخاطره والاخطاء الناتجه للعميل. كل الكلام ده دي حاجات انا بحطها شروط كده مهمه عشان اقدر احقق احقق الجوده جوه المكتب. يجب ان يوضع المكتب طبعا في منافسه من المكاتب العالميه. التركيز والبدء في العمل على تصحيح مناطق الضعف في العمل التي تؤثر على رفع الجوده, زي ما قلنا التركيز على نقاط الضعف الناتجه عن شكاوى العملاء. خلي بالك موضوع شكاوى العملاء ده مهم جدا زي ما قلت لكم, لازم اعمل له دوكيومنتيشن. يعني اول ما العميل يقول لي انا عندي مشكله في كذا او انا في تاخير في كذا او في مش عارف ايه, احط لها على طول افتح لها فايل واكتب ده قال كذا يوم كذا وكانت الشكوى في الحته الفلانيه من الشخص الفلاني وتم الرد على الشكوى بالطريقه الفلانيه وحلها مع العميل والعميل خلاص دلوقتي راضي ما عندوش اي مشاكل. الكلام ده كله لما بتعمله بتقدر سهل قوي ان انت لما تحصل لا قدر الله مشكله ثانيه بتبقى عارف ويبقى عندك هيستوري كده عشان تبقى صاحي لاي حاجه بتحصل. بعد كده البدء في اصلاح نقط الضعف الرئيسيه في المكتب. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي ممكن نعمل لها تقييم او نخليه نطورها؟ مثلا طريقه اداره المكتب بصفه عامه, طبعا اداره عمليه التصميم وتعليمات العميل وازاي بناخد منه كل الحاجات اللي هو عايزها, مراجعه التصميم ده اكيد, دور المهندسين وشرح دور كل منهم, عمل كل مهندس ومسؤولياته, الجوب ديسكريبشن دي مهمه جدا جدا, والاساين تاسك مهمه جدا بطريقتها, وازاي باساين التاسك وازاي باستلمها وازاي براجعها وكل الكلام ده, الملفات الرئيسيه الموجوده اللي هي ان انا لازم يبقى عندي فورمز وتمبلتس, دي من الحاجات الاساسيه والمهمه جدا, ولو مش موجوده بعملها ولو موجوده بحاول اطورها عشان تبقى اسهل واحسن. وبعد كده طبعا الاركايفنج والدوكيومنتيشن دي من اهم الحاجات اللي عندي, ودوكيومنتيشن قلنا لكل حاجه لكل حاجه حتى دوكيومنتيشن للاخطاء, مين غلط في ايه واتصلحت ازاي. طريقه تنفيذ الاعمال لازم يبقى عندي داتابيز للمواصفات بتاعتي وازاي بحدثها على طول, ما اجيش اخدها كوبي بيست لكل المشروعات زي ما هي, لا لازم يبقى في عندي لكل انواع مشروعات في عندي داتابيز وباخد منها اللي يناسب لكل مشروع. طريقه تحضير قائمه الاعمال المطلوبه اللي هي التشيك ليست بتاعت كل شغل كل قصدي مشروع. مكتبه الكودات لازم عندك فيه كودات لكل حاجه وقوانين البناء, لو انت بتتعامل مع بلاد مختلفه لازم كل واحده فيهم الكود بتاعها يبقى عندك, قوانين البناء بتاعتها عندك. اعداد ومراجعه العقود دي مهمه جدا جدا, وزي ما قلنا النقط المهمه اللي هنحطها في مراجعه العقود هو انا كم مره هسمح للعميل يغير ويعدل وكم مره او طريقه المراجعه ومده العقد انها ما تكبرش. وبعد كده بحط خطوات لاعداد مستندات الطرح, وبحط تقييم للمشروعات بعد السمنيه بعد ما بنفذ خالص, وبعمل الاسبلت وبشوف الاسبلت ده زي اللي اتعمل في الاول ولا لا, لان ده كله في الاخر بيخليني اقدر اقيم واشوف انا ماشي صح ولا لا. طيب انا عشان يبقى في عندي جوده كويسه متحققه جوه المكتب, فاكرين احنا لما قلنا ايه هي بعض المشاكل الرئيسيه اللي بتخلي الشغل مش ماشي كويس في المكتب؟
فاكرين كانت ايه من الحاجه الاهم، اكتر حاجه ايه؟ ان مفيش كوميونيكيشن واضحه بين المدير وبين الناس اللي تحته، او بين الليدرز والناس اللي تحتها، كله قاعد في مكتبه ملوش دعوه باللي بيحصل. يبقى لازم لازم يكون في دور كبير من المدير المسؤول عن المكتب لمراجعه كيفيه سر العمل، ده مهم قوي. الاشتراك في العمل لرفع كفاءته اداريا وتصميما، زي ما قلنا نبقى ليدر مش مانجر بس. مكتبه طبعا الملاحظات على طول، يعمل فيدباك ويقيمها لما تحصل اي مشاكل او اخطاء، ولما يجي يصلحها بيعمل ايه؟ بيصلحها قدام المهندس اللي غلط عشان ما يكررهاش تاني، وبعد كده بيعمل تخصيص وقت لمراجعه سير كفاءه العمل. ايه تاني؟ بعمل اجتماعين سنويين على الاقل لمراجعه التطورات في رفع كفاءه العمل. انا طالما حطيت استراتيجيك بلان للديفلوبمنت يبقى انا بعمل لازم اعمل متابعه، وخاصه لما تكون عندي فروع للمكتب حتت مختلفه، على الاقل بعمل اجتماعين مرتين في السنه علشان اراجع اشوف الموضوع خلص ايه، وصل لايه، الكلام ده كله، لان في طبعا تايم سكيدول وفي حاجات مطلوبه من كل مكتب او كل مدير او كل فرع، وبتابعه عشان المتابعه دايما بتخليني ابقى متاكد ان اللي انا عايزه هيتحقق ان شاء الله. وطبعا تخصيص وقت للمدير المسؤول عن عمليه التطوير لملاحظه ومراقبه التطور الحدث في سير العمل، تخصيص وقت لمديرين الاقسام والاشخاص اللي هم عندهم مسؤوليه لمتابعه سير التطور ورفع كفاءه العمل. وبعد كده ننزل بقى لاقل مستوى اللي هم المهندسين بقى، كل العاملين جوه المكتب لازم يبقى ليهم 5% من وقتهم مسؤولية التطوير. بمعنى اقل حاجة ممكن تعملها ايه كمهندس صغير؟ لو سمحت اعمل التايم شيت، وتعمل التايم شيت بالطريقة اللي انا عايزها اللي انا قلت لك عليها دي، مهمة جدا. يكتب هو عمل ايه بالتفصيل عشان دايما يبقى عندك كل الدوكيومنتيشن مظبوطة. وبعدين 5% زيادة دي مش هيعملها ببلاش، لا هزودها له على شغل، هياخد مقابلها فلوس طبعا، مش ان هو 5% من وقته وملهاش حساب، لا هيبقى لها، فبتضاف على تكلفة عملية التطوير. تمام؟ طيب بعمل ايه تاني؟ بعمل عمل مستندات، مستند لساعات العمل العاملين متضمنة وقت التقييم ومراجعة العمل ككود للإدارة، لجودة الإدارة، عمل قائمة لكل موظف ومهندس بالمسؤوليات والواجبات المفترض القيام بها، اللي هي مش الجوب ديسكريبشن بس، بالتفصيل انت هتعمل ايه غير الجوب ديسكريبشن كمان. بالاضافه انت ايه دورك في عمليه التطوير، هيتكتب في الايه في الجوب ديسكريبشن بتاعته او في الورقه اللي انا بقول عليها اللي هتبقى موجوده مع كل مهندس. بعد كده بعمل ميزانيه تتضمن زياده التكلفه الناتجه عن حساب الوقت المخصص ده لمراقبه جوده العمل ورفع كفاءته. بعد كده بشوف بقى مين بقى، دي حته مهمه جدا جدا، دايما بعمل ايه؟ لازم يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نقسم فرق العمل في المكتب عشان تعمل كل فريق عمل ماسك مشروع وبالظبط على القد، انا عندي هم 2 أو 3 ومعاهم تيم ليدر وكل واحد فيهم ماسك شغل، طب افرض بقى واحد فيهم وقع، لازم يكون في عندك سام سورت اوف فاكتور اوف سيفتي بتحطه، بان انت بتخلي في كل واحد كل مهندس له واحد تاني ريزيرف، لو ده وقع التاني هيشيل الشغل، مش يبقى كل واحد شغال في جزيره لوحده ويوم ما يغيب ولا بعد الشهر يجرى له حاجه تلاقي الدنيا عندك وقفت. دي مهمه جدا 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 ولازم تاخدوا بالك منها قوي عشان شغلك ما يقفش، وخاصه لو انت شغال طبعا في الفاست تراك اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، ان كل المشروعات لازم تخلص بسرعه، يبقى لازم يبقى في عندك خطه اللي هي بديله اللي هي بنسميها بلان بي، ان لو حصل لاي حد حاجه حد تاني بيشيل العمليه. تمام؟ طيب ايه بقى الحاجات اللي مطلوبه مننا بقى عشان نعرف الكرنت ستيتس بتاعتنا؟ زي ما قلت ان احنا بنحاول نعمل زي داتابيز، بشوف فين الداتابيز اللي عندي، ايه الحاجات اللي موجوده عندي عشان اشوف انا فين دلوقتي. فمن ضمن الحاجات خليها كده عندك يعني زي ترند كده، اي حاجه عايز تعملها اعمل لها الجدول ده، انا مطلوب مني اعمل ايه، مين المسؤول عن يجيب المعلومات دي، وده خلصت ولا ما خلصتش. لا ده كان باند انا حطاه زياده لما كنا بنحط الداتا دي على السوفت وير اللي انا كنت قلت لكم عليه، ان شاء الله انا هبعت لكم اللينك بتاعته النهارده. خلينا نشوف ايه طيب الحاجات اللي انا عايزها عشان اعرف انا فين. طبعا البيانات الاساسيه داتابيز بتاعه المهندسين وجميع العاملين في المكتب لازم تكون موجوده، الجوب ديسكريبشن بتاعت كل الناس، الداتابيز بتاعت الاستشاريين، الداتابيز بتاعت الفندرز والموردين والمقاولين كونتراكتورز والعملاء، وكمان بيانات اساسيه بتاعت المشروعات بالتفصيل، سواء كانت المشروعات دي شغاله او متاخره او موقوفه،
وبعدين بخش تفصيل اكتر البيانات التفصيل المشروعات المتاخره. ليه بقى؟ عشان اعرف مين مدير المشروع، مين المهندسين شغالين، الجدول الزمني شكله ايه، ايه المتوقع وايه الفعلي، التكلفه شكلها ايه المتوقعه والفعليه، عشان اعرف اقيم ليه ده متاخر واطلع اسباب تاخيره. وبعد كده بعمل بقى بيانات برضو داتابيز للمشروعات الحديثه، بيانات تفصيل المشروعات الحديثه برضو مين اللي في، مين المديرين، مدير المشروع، مين المهندسين، وهكذا. وبراجع كل حاجه بالنسبه اللي موجود عندي في المكتب. ايه تاني بشوف بقى؟ دي بقى اللي هي البروسيدرز، اللي هي الاجراءات العمل المتبعه اللي تتم بها العمل في كل قسم، البروسيدر بتاعت كل قسم. براجع الفورمز او التمبلتس في كل قسم. وبعد كده بشوف طريقه حساب تكاليف المشروعات المتوقعه، ومين المسؤول عن وضع التكاليف دي، وهل التكاليف دي فعلا بتبقى صح ولا لا، واقارنها بالتكاليف الفعليه، هل اللي توقع ده كان مظبوط ولا مش مظبوط. عشان كده بحاول اعرف هما ازاي بيعملوا طريقه التكلفه، حساب التكلفه، عشان اشوف هل ده صح ولا مش صح، وهل هما بيرجعوا لمشروعات القديمه ولا لا، ولا كل مره بيخترعوا العجله. طريقه حساب الجدول الزمني برضو نفس الحكايه، ومين المسؤول عنه، مين اللي بيحطه، وعن كيفيه توزيع الاعمال على المهندسين، ازاي بتعمل اساين تاسك، ومين المسؤول عنها، مين اللي بيساين التاسك، هل الحكايه مفتوحه ولا حد محدد بيبقى هو اللي بيبعت التاسكات، وازاي بتعمل التيمز، ازاي بتكون التيم بيلدنج بتاعك، بتكون التيم بتاعك ازاي، وازاي تحط له التيم ليدر. الكلام ده كله مهم جدا، والسيكونس بتاعه عمل الحاجات دي لازم تعرفها معموله ازاي، لان دي بتبين لك انت ماشي صح ولا لا، ولما تحصل مشكله تعرف تمسكها وتعرف تحلها. برضو الحاجات دي مهمه، الاورجانيزيشن شارت. ميرسي باشوانس عمل الاورجانيزيشن شارت بتاعته كويسه قوي. فعايزين نعرف ايه هي الاورجانيزيشن شارت بتاعت المكتب دوت دلوقتي ككل بصفه عامه، وبعدين الاورجانيزيشن شارت بتاعت كل ديبارتمنت، وبعدين بشوف بقى هل اللي موجود ده اتس اوكي والدنيا ماشيه، ولا في مشاكل فعمل لها ري اورجانيز، عمل لها اعاده ترتيب تاني واعاده هيكله. في ناس المفروض تبقى شغاله في القسم ده ما تشتغلش في القسم ده، الناس دي تاخد التاسكات دي ما تاخدش التاسكات دي، وهكذا. لازم ارجع واشوف ده ينفع يبقى تيم ليدر، لا ده ما ينفعش، لا ده هطلعه فوق، ده هنزله تحت. كل ده بيتعمل ايه؟ بناء على تقييم الناس اللي موجوده وطريقه سير العمل في المكتب. وبعدين بعمل كومباريزن بتوين الاوفيشال جوب ديسكريبشن بتاعه الناس اللي اتعينوا عليها والاكتوال الحقيقي، واشوف الفرق بينهم ايه، عشان اعدل الجوب ديسكريبشن واعمل لها ايه الفاينل بتاعها، واعمل بعد كده بطلع منها الكي بي ايز انا عايز منهم ايه. لازم احط لهم في الجوب ديسكريبشن كي بي ايز اللي احنا هنتعرف عليها بعد كده، اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتور. لازم اقول ان المهندس الفلاني المفروض يعمل الشغلانه الفلانيه، ولازم يطلع الشغل بالطريقه الفلانيه، وهيريبورت لفلان الفلاني، وهكذا ان ديتيلز. وبعد كده بشوف بقى طريقه تقييم المهندسين شكلها عامل ازاي، ايه هي الايتمز بتاعته، واذا كان فيها مشاكل بنحاول ان احنا نريديفاين او نعدلها، والكرنت ستاتس بتاعت البروجكت زي ما قلنا، وايه هي اسباب التاخير. دي كلها الداتابيز المفروض اللي احنا بنعملها كلها زي ما قلنا للكلاينتس، المانجرز، الكونتراكتس مانجرز، وتيم ليدرز، الاركتف، كل دول بنعمل لهم داتابيز، عشان دي الحاجه اللي بنبتدي نشتغل عليها. وده مجرد اقتراح لشكل الداتابيز لكل واحده من الداتابيز المطلوبه. ولو عايزين طبعا الحاجات دي اكسل شيت موجوده اديها لكم، لو عايزين تعدلوا عليها براحتكم زي ما انتوا عايزين. طبعا في المكاتب الكبيره الكلام ده كله موجود، ولو انت هتاخد السوفت وير الكلام ده كله موجود في السوفت وير. دي مهمه جدا اهي، دي برده مجرد جداول كده مقترحه لازاي عشان اعرف اقيم الوضع الحالي للمشروعات، سواء كانت شغاله ولا متاخره ولا جديده ولا موقوفه، والكلام ده كله مين المسؤول وهكذا. طيب لتفادي المشاكل زي ما قلنا بنعمل داتابيس كامله من نتائج المشروعات السابقه، ودي مهمه جدا جدا، اللي هي بنسميها الدروس المستفاده، عشان اطلع منها شويه حاجات كده مهمه. يا جماعه خلي بالنا لما نيجي نعمل الاستيميشن للتايم او استيميشن للكوست، ناخد بالنا، لا خلي بالنا في حاجات كده فاكتور سيفتي لازم يعلى شويه، الدنيا لازم ناخد بالنا كذا كذا كذا. الكلام ده كله بيجي منين؟ من نتائج المشروعات اللي خلصت، وبنشوف ايه الاخطاء اللي موجوده عشان نتفاداها في اللي جاي بعد كده. فبنعمل بيها زي فايل كده في وورد بنبقى مكتوب فيه كل الدروس المستفاده، وبيبقى فيها لينكات لكل الاخطاء اللي حصلت وطريقه تصليحها، وفي الاخر زي ما بنقول كده كونكلوجن للمشروع، ناخد بالنا لا دي كانت الاستيميشن تايم بتاعه كان قليل، الاستيميشن كوست كان قليل، وات ايفر ايه الدروس اللي احنا بنستفيد بيها علشان ما نكررهاش تاني بعد كده. نظام تسليم اداره تنفيذ المشروع برده، ان احنا دايما بنحط زي بلان كده، او زي
سيكونس بنمشي عليه من اول التصميم والتخطيط من البدايه خالص لغايه في الاخر، بيبقى في سيكونس بنمشي عليه عشان لما اجي انفذ المشروع ابقى ضامن ان المشروع ده لما يجي يشتغل ويبقى ماشي مظبوط هيبقى بالظبط زي ما انا كنت بخطط له في الاول. ضروره تحديد وتصحيح المشاكل في المراحل المبكره، ان انا زي ما قلنا لو في حد بيتابع الشغل على طول عينيه هتقع المشكله بسرعه، فهيقدر يحط لها تصحيح او حل بسرعه زي ما قلنا، وده اللي احنا قلنا عليه الفرق بين الدماغ اللي بتبقى ثابته وما بتتحركش ما بتتطورش، الدماغ الثانيه بتاعه التطوير والسستينابيليتي بتاعه البيزنس، ان في حد دماغه صحيه بيكتشف مشاكل بسرعه وبيحلها بسرعه وبيحط لها حلول على طول سريعه، بحيث ان الدنيا دايما تبقى ماشيه مفيش حاجه تقف ومفيش حاجه تعطل الشغل. وطبعا الدوكيومنتيشن دي مهمه جدا، الدوكيومنتيشن للمشاكل بعد تحديدها مهمه قوي، وازاي ان انا بعمل ديفينيشن للاخطاء عشان ما اكررهاش واشوف ازاي انا صلحتها عشان دايما ابقى فاكرها. طيب تقييم المهندسين، التقييم الشخصي والسلوكي، دي بعض الحاجات المقترحه، انتوا اكيد عندكم حاجات تانية منها اكتر منها اكيد، انا بس دي مجرد حاجات انا اقترحتها مش عايزه اقف فيها كتير. ودي برضو الحاجات اللي فاتت دي هنا، التعاملات مع الناس والالتزام بالحضور والانصراف. هنا بقى حاجات تانية، عدم مرات الغياب، الساعات الاضافية اللي بيقعدها وبيقعد ليه بيقعد، الكلام ده كله مهم جدا. لو هو بيقعد اوفر تايم بيقعد اوفر تايم ليه؟ ليه ما خلص الشغل في الوقت العادي؟ هل هو الاوفر تايم ده بيبقى فعلا له احتياج ولا لا؟ ولما بيقعد اوفر تايم البرودكتيفيتي بتاعته شكلها عامل ازاي؟ ازاي هو بيساعد غيره بيعلم غيره؟ ازاي بيطور نفسه بيتعامل مع زمايله؟ هنا بقى قياس مدى قدرته على الابداع، دي مهمه جدا، لان في بعض المهندسين بيتعينوا على انهم يعملوا وركينج دروينج ومحدش بيكتشف فيه الحته التالنت بتاعه الديزاين، فلازم كل شويه كده تدوا زي مثلا مسابقه بين المهندسين يعملوا ديزاين لحاجه فلانيه، فبتقدر تستشف منها مدى يعني قابليه الناس دي انها تشتغل في موضوع الديزاين، فانت يبقى في عندك جيش كده جميل وراك يساعدك في موضوع الديزاين، سواء كان تو كرييت نيو ايديا او تو ديفلوب الايديا بتاعتك اللي انت بتحطها. بعد كده بقى التقييم العملي ده بيبقى سهل قوي، او يعني بيبقى مفروض ان هو يكون تلقائي من سيستم انت حاطه في مكتبك عشان يعد عدد مرات تاخير تسليم التاسكات، عدد الاخطاء، عدد المشاكل اللي هو عملها يعني، وكل الكلام ده كله بيتعمل بيها بتطلع تلقائيه داتابيز والتاسكات بتاعته. لو ما بتبقى عندك زي ما قلنا السوفت وير تقدر تحط عليه الكلام ده، لو التزام مواعيد التسليم ده بيقدر بيبان على طول، هو خد اساين تاسك الاسبوع ده المفروض يخلص مثلا في خلال الاسبوع، لا هو سلمها في 10 ايام، طب هو عطلها 3 ايام ليه؟ هل ده لانه كان معاه مشروع تاني ولا ان هو كان مجرد ان هو ما بيشتغلش او وات ايفر ايه هي الاسباب؟ لازم يبقى عندي كل الكلام ده، لان ده كله بيخليني ابقى شايف كويس قوي مستوى المهندسين اللي عندي، فاقدر بناء عليها احط خطه ازاي اطور الناس دي. تمام؟ ورئيس فريق العمل يجب عليه وضع قائمه بمخرجات المشروع اللي هي التشيك ليست، بيوزعها على الاقسام كلها ومراجعتها قبل تسليم المشروع، وبعدين طريقه متابعه المهندسين ذوي الخبره للمهندسين الاقل خبره، دي مهمه قوي، يجب عليهم تعليمهم ما هي الاخطاء وكيفيه تصحيحها زي ما قلنا، لان ده لما لما بيعمل كده بيخلي المهندس ما يكررش الخطا تاني، وبيخلي البرودكتيفيتي بتعلى اكتر، بتبقى احسن واسرع. وطبعا ممكن يبقى كنوع من البونس ان هم ياخدوا مكافاه، لان ده يشجعهم ان هم دايما يعلموا غيرهم، مش كل واحد يحتفظ باللي هو عارفه بس. وان قام باعاده العمل او قام هو بالتعديل سيتم ده. في بعض الليدرز لما بتقول لهم لما تحصل غلطه من المهندس اللي تحتك هات وعلمه الغلط، ما بيرضاش يعمل كده، بيصلح هو على طول عشان ينجز ويخلص، وما بيرضاش يديها ما بيرضاش يعلم الاصغر منه المشكله لسبب ما الله اعلم كل واحد ونيته، بس خليها ترند او خليها سيستم وفرض على كل الناس، ان ده مهم جدا، لانه في الاخر بيصب في مصلحه الشغل ان هو يخلص في الوقت المناسب وان الناس مستواها يعلى بسهوله. فممكن تخليها ده ياخد بونص وده ياخد بنالتي، وات ايفر بقى على حسب انت بتعمل الكلام ده ازاي. برضو عدد الاخطاء هي عدد مرات المراجعه، عدد مرات المكافئات، عدد مرات الجزاءات والخصم، عدد مرات التاخير في تسليم المشروع للجدول الزمني، وعدد مرات الالتزام بالتسليم طبقا للجدول الزمني. كل الكلام ده بيوريك صوره واضحه عن الشخص او عن المهندس اللي معاك وايه هو مستواه. طبعا تقييم المشروع اكيد انتوا عارفينها، اللي هو مقارنه بين الجدول الزمني الاستيميتد والحقيقي، التكاليف والمشروع المنفذ والمصمم،
والمشروع ومقارنه برضو باسس الجوده العالميه. او ان انت لما بتيجي المشروع بعد ما بيخلص خالص بتشوف هل هو ماشي طبقا لاسس الجوده اللي متعرف عليها ولا لا. ومفروض ان انت ما تعملش الكلام ده بعد ما يخلص. المفروض ان دايما على طول في مقارنه بين اللي بيحصل في المشروع سواء اثناء التصميم او اثناء اللي هو الديفلوبمنت بلان اللي هو المرسومات التنفيذيه او في التنفيذ نفسه في السايت. لازم على طول دماغك ماشيه الكلام ده مطابق لمواصفات الجوده العالميه ولا لا, عشان دايما الموضوع يطلع كويس. لان ده كل ما كانت الحاجه جودتها عاليه, كل ما كانت سمعتك في السوق احسن, كل ما كانت علاقتك بالعميل احسن, لانه شايف ان انت بتعمل شغل كويس قوي بتكلفه معقوله, مش ان انت بتضيع وقت وتحسب عليه وقت وخلاص والشغل يطلع في الاخر مش كويس. وحساب طبعا عدد مرات مراجعه المشروع ده بيبقى يعني عنصر مهم جدا في تقييم المشروع, وعدد الاخطاء برضو اللي ظهرت في الريفيجن وفي الكوردينيشن. خلينا احنا هنقف لغاية هنا في المحاضرة دي ان شاء الله, وبعد كده هعمل لكم المحاضرة اللي بعدها في البالانس سكور كارد والكي بي ايز ونشوف هيبقى هم عبارة عن ايه. وشكرا.